أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجاهزية مصر الدائمة والكاملة لتقديم المساعدة والدعم لسكان قطاع غزة. وأكد بلينكن أن الإدارة الأمريكية تعمل على منع اتساع نطاق الأزمة الراهنة أو امتدادها إلى مناطق أخرى وضمان أمن وسلامة المدنيين بإبعاد دائرة الأذى عنهم وضمان المساعدات التي يحتاجونها. كما أكد بلينكن أن سياسة الولايات المتحدة الدائمة وقناعتها الراسخة هو دعم خيار حل الدولتين باعتباره الأفضل لحل القضية الفلسطينية.